بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الرابع من الكتاب الخامس والعشرين، كتاب الهبات، باب العمرة. والعمرة بالألف المقصورة هكذا، وتسمى أيضا الرقبة، العمرة والرقبة، وهي أن تعطي غيرك دارك ليعمرها مدة حياتك، يسموها العمرة. يعني عندك أنت دار زائدة أو شقة زائدة لا تحتاجها، ولك صديق أو قريب يحتاج، فتقول هي لك مدة عمرك، يسكنها يعمرها، اسمها العمرة. وسموها الرقبة لأن إيه، كانوا في الجاهلية لما يعمل كده، لما يموت احدهما تعود ايه، تظل في يد الايه الاخرهم موتا، فكل يرقب موت صاحبه، تسموه الرقبه. عشان يعني لو انا مت قبل اللي اديته داري دي، يبقى دار خلاص بقت لي، هو مات قبل ترجع لي، فسموه الرقبه. علشان كده جاء الاسلام والحقها بالهبات. يبقى دي كانت عادة جاهلية موجودة في أعراف الجاهلية، فلما جاء الإسلام ألحقها بباب الهبات وجعلها هبة، وجعل العمرة والرقبة نوع هبة. فمن قال بعدم جواز الرجوع في الهبة، قال لك لا يجوز العودة في الإيه؟ في الرقبة ولا العمرة، وتصير لمن أعمرها، يعني للمعمر، في معمر ومعمر، المعمر اللي هو الملك الأصلي والمعمر اللي هو عايش فيه، وتصير لمن أخذها له ولورثته خلاص، لأنها من باب الهبة فلا ترجع. كويس. الإمام مالك خالف الجمهور وقال هي للمالك بعد وفاة المعمر، فهو أعمره يعني له الانتفاع بها، وهبه الانتفاع ولم يهبه الرقبة، على مذهب المالكي. فهمت بقى؟ وهبه الانتفاع ولم يهبه الرقبة، الرقبة اللي هي الايه؟ ذات العقار. فهمت بقى؟ لكن باقي المذاهب قال لك لا، وهبه الرقبة والايه؟ والانتفاع. صارت خرجت من يده. ثم بعد ذلك في تفاصيل. بعد ذلك في تفاصيل. الشافعية قالوا ان في عدة صور للرقبة او العمرة. اما يقول له اعمرتك الدار مدة حياتي، شرطها، او قال له اعمرتك الدار مطلقا وما قالوش اي شرط، هل يختلف الحكم ولا لا يختلف؟ عند الامام احمد بن حنبل قال لك العمرة المطلقة تصح، اما المقيدة باطلة، شرط باطل، لانه ادخل فيها ما يبطلها، جعلها هبة مردودة والهبة لا ترد، فلما جعلها هبة واستردها ابطلها، ادخل فيها شرط يفسدها. فالمذهب الحنابلة قالوا ان العمرة المطلقة جائزة نافذة وصحيحة، اما المقيدة فباطلة، لان فيها شرط العود، والعود فيه العود في ايه؟ في الهبة، والعود في الهبة في مذهب الحنابلة حرام مطلق. الإمام الشافعي مذهبه أنه الراجح أن يبطل الشرط ولا تبطل العمر، يبطل الشرط وألحق العمر المقيدة بالعمر المطلق. يعني قال له عمرتك الدار مدة حياتي، الشرط ده يبطل، ويبقى خدها خلاص هبه وما ترجعلوش، وتبقى لورثه من اعمار، ويبقى عقد صحيح، بس نبطل الشرط الباطل. فاهم؟ لان ده وصف تعلق، وصف تعلق بايه؟ بالعقد،
الوصف اللي تعلق بالعقد ان كان باطلا يبقى ايه؟ يسقط الشرط الباطل ويبقى العقد صحيح. وده مذهب اليه الاحناف ووافقوا الشافعيه في المساله. واضح؟ يبقى دي معنى العمره، غير العمره اللي احنا بنقول فيها لبيك اللهم لبيك بقى. دي باب الحج بقى. ها؟ يبقى العمره بالياء المكسوره كده يعني تقراها الف وتكتبها ايه؟ والركبه ده باب من ابواب الهبات. تجدها في ايه؟ ابواب الهبات في المعاملات. دلوقتي في الزمن بتاعنا الناس هي الغلبه فيها الشح فمحدش بيستعملها. ما تسمعش واحد عنده شقه كده واقفلها يديها لواحد يقول له اسكن فيه. تسمع ليه؟ اه اللي كانوا بيعملوا كده ماتوا خلاص. واحنا ان شاء الله هنروح نزورهم النهارده. لكن دلوقتي بقى الناس عندها شح وايه؟ كل واحد عنده حاجه يفضل قافل عليها حتى لو مش مستعملها. يفضل قافلها ومش عايز يديها لحد. كانه هياخدها مع الاخر. لكن كان زمان الناس عندها سخاء نفس سخاوه كده. وعندهم قلوب متسعه يسعوا لبعضهم ويشيلوا بعضهم. لكن على اي حال هذه النوع من المعاملة قل ما تجدها في هذا العصر، لكنها كانت موجودة في بلاد المسلمين. باب العمرة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 75 بعد 204,000 قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه. أهو شفت بقى؟ يبقى النبي قال له يبقى أي واحد أعمر عمرة هتبقى له ولعقبه يعني بالوراثة يعني كأنه خدها خالص تملكها. وده دليل الشافعية في المسألة وكذا من قال بأنه يتملك الرقبة والمنفعة. فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أعطى عطاء لأن العقار دائم بيقع في الإرث. العقار عمره أكثر من عمر الإنسان. فتملي الأمور العقارية يقع فيها المواريث لأنها دائمة مش أشياء إيه منتقلة ومستهلكة. أشياء بيقع فيها المواريث لأنها مستمرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرة فهي له ولعقبه. الإمام مالك فهم الأحاديث دي له ولعقبه انتفاعا لا رقبة. دي انتباه مذهب المالكية يعني له ولعقبه ينتفع به لكن إيه اللي يملكها هو مالكها الأصل في أي وقت يقول أنا عايز أبيعها عايز أخدها يديله مال يقول لي فضيله العقار. ده مذهب مين؟ مالكية. وهو ايه يناسب الناس في هذا العصر يناسب تفكير الناس في هذا العصر. يقول لك يعني ايه ده وانا لما بدي عم بخدمه يقوم ياخدها مني خلاص يا سيدي زعلان خليك ملك اديها له يستفيد بيها وخليك ملك زعلان. ما تبقاش تبقى شافعي في الحته. الشافعي لما يطلع يطلع منها خالص. فهمت ازاي؟ مش قادر يبقى شافعي خليك ملك يا سيدي مجراش حاجه وخلي الحياه تمشي. فهمت؟ فدين يعني فقه المسلمين واسع يعني يحتمل كل النفوس المختلفة والطباع المختلفة لا بأس ما يجراش حاجة. والأحاديث تحتمل الفهم كده وتحتمل الفهم كده ودي من ساعة الشرع الشريف. وعن أبي قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمري عن العمرة أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها يعني طريقتها يعني. عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
لان تملي الناس لما بتسكن في مكان مده طويله بيرتبوا حياتهم عليه، فصعب انك انت تغير حياته بقى، فهمت ازاي؟ وفجاه تقول له لا انا عايزها بعد ما عاش فيها 20 سنه، صعب، فهمت ازاي؟ فبالطريقه انت هتعمل له اضطراب في حياته، فسيبه بقى يستقر وخلاص الحكايه سهله واخرج منها. احنا كلنا هنسيب الدنيا، يعني انت مثبت عليها ليه؟ ما كلنا هنسيب الدنيا دي كلها فانيه، فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، لان اصل العقود، العقود يعني الاصل فيها الشقاق لا الوفاق، دي قاعدة كده كان يقولها لنا الدكتور علي جمان، يقول لك الأصل في العقود الشقاق لا الوفاق، علشان كده أنت بتنص في العقود بألفاظ ترفع الشقاق، فهمت إزاي؟ تملي العقود يقول لك إيه؟ لازم ألفاظ العقد تمنع الشقاق، فلو عملت لفظ في العقد يدخل شقاق تبقى مشكلة، فالناس أما بيقول لك تعالى نكتب عقد، ليه بيقول لك تعالى نكتب عقد؟ لدفع الشقاق، لو ما كانش في شقاق مش هيقول لك حاجة، فهم؟ فأصل العقود جاءت إيه أساسا للشقاق، يعني إيه؟ يعني للقضاء في الشقاق لا في الوفاق، طول ما الناس متفقة مش هتروح للقاضي تشتكي، فهمت إزاي؟ فكل مبنى العقود معمول أساسا علشان إيه؟ يرفع الشقاق والنزاع. لما تحصل نزاع بينك وبين إنسان بتروح للقاضي يقول لك طب فين العقد اللي بينكم؟ عشان يحل الشقاق اللي بينك وبين الاخر. اول حاجه يقول لك فين العقد؟ فين الشروط؟ فيبقى العقود نشات اساسا للشقاق لا للوفاق. لما تبقوا انتم متفقين مش محتاجين تكتبوا حاجه. خلاص؟ فهم؟ وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. يبقى ده مذهبه، إذا قيدها تعود على القيد، ويبقى القيد ده قيد إيه؟ معتبر. لكن مذهب الشافعية قال لك لا، لأن ده فهم تابعي وده اجتهادهم ويخالف نص الأحاديث الأخرى. والامام الشافعي في القديم كان يقول بيه، مذهب الشافعي القديم كان بيقول بيه، فهمت ازاي؟ انها تعود له طالما شرط، لكن الجديد على خلافه، مذهب الجديد على خلافه. ليه؟ لانه لو شرط حتى الشرط يبقى غير معتبر، لانه لا يخالف مقصود الشرع من رفع الشقاق، لانه ده هيؤدي الى الشقاق بعد مده طويله لما تيجي تقول له تعود وهو سكن قاعد 20 30 سنه. تيجي تقول له امشي. ولاده اتولدوا في الدار دي واتربوا فيه. فجأة تقول لهم امشوا، امشي ازاي؟ أنا بيني وبين الدار دي بقى إيه؟ بقت ألفة وتعود وعندي نوع من الانتماء للحي اللي أنا سكنت فيه. فجأة تطردني كده؟ عملية صعبة، فلازم تراعي برضه أحوال الإنسان النفسي. فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من اعمر عمره له ولعقبه فهي له بتله. بتله يعني ايه؟ يعني لازمه لا يتطرق لها نقد. ادي معنى بتله، فهم؟ يعني لا يتطرق اليه نقد، لا يستطيع ان ينقده، يبقى عقد لازم وليس عقد ايه؟ اختياري. فهمت ازاي؟ عقد لازم بين الطرفين. فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط. شفت كلام الشافعي؟ عشان كده ايه في الجديد الامام الشافعي ما خدش بالايه؟ برايه في القديم. لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. ثنيا يعني ايه؟ يعني استثناء. يستثني حاجه. يقول له هذه الدار لك الا دورة المياه. عايز تقول بيها ما ينفعش. يقول له هذه الدار لك الا هذه الحجره، ما تنفعش. ليه؟ لانه مش هيحس بالخصوصيه، كل شويه انا داخل طالع اقول له انا داخل الحجره بتاعتي. الراجل مش هيحس بالخصوصيه، فما ينفعش. الاستثناء برضه يؤدي الى ايه؟ نوع من الايه؟ من الاضطراب في المعامله. وعدم استقرار الانسان في بيته. فهمت ازاي؟ فلا الشرع يحب الثنيه
يعني الاستثناء، ولا يحب ايه الشروط والتعليق. لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا تنيا. قال ابو سلمة: لانه اعطى عطاء وقع فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. فهمت بقى ازاي؟ ادي العله. وعن ابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. شوف النبي جعلها من باب الهبة. خدت بالك ازاي؟ الروايات بتفسر بعضها بعض. وعشان كده الحقوها العلماء العمرة في باب الهبات. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ما تكتفيش بايه؟ في قضية من القضايا بحديث واحد ولا رواية واحدة. لازم تقرا كل الروايات اللي وردت في هذا الموضوع، علشان لان الروايات بتفسر بعضها البعض. وعن ابي قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وعن ابي قال: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها. يعني بيحذرهم، فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولا عظم. لو انت هتندم امسك مالك، ما تعمروش، لان لو اعمرت انسان خرجت من ملكك. فهمت؟ فالنبي بيحذر الناس عشان ما تعملش حاجه وتندم، تبقى عارف الحكايه من اولها. فهمت؟ فبيقول ايه صلى الله عليه وسلم: امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها، فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وده طبعا دليل قوي لمذهب الشافعيه والاحناف في المساله، ان هي ايه تقع على الرقبه وليس على الانتفاع فقط كما ذهب الايه المالكي. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد. لكن ليه الامام مالك بالرغم من الاحاديث كده؟ قال لك عمل اهل المدينه. هو لا اهل المدينه متوارثين، لما بيشتروا شرط زي ده بيعملوا بيه، اما يقول له مده حياتك خلاص وماشيين على كده ومستقر الحياه على هذا، فكان يقدم عمل اهل المدينه ولو خالف مفهوم الحديث. دي مذهبه كده، قواعد مذهبيه كده. فهمت بقى المساله؟ الامام الشافعي جه سموه ناصر السنه، عشان كده الامام الشافعي لما جاء قال لا، ما فيش حاجه اسمها عمل يخالف حديث. العمل اللي استقر لان الحديث ما وصل لهمش. فهم؟ الحديث فوق عمل الناس. فمذهب الامام الشافعي برغم ان هو تلميذ الامام مالك الا انه كان له وجهه نظر اخرى. فهمت ازاي؟ فقال انا لا اخذ بعمل الناس لو خالف الحديث، لان العمل الناس دليل انه استقر ولم يصل اليهم الحديث. لو وصل اليهم الحديث ما استقر هذا العمل. فهمت بقى المساله؟ فهي وجهات نظر يعني. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب. كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي خيثمه. وفي حديث ايوب من الزياده قال: جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسكوا عليكم اموالكم. المهاجرين جم ما لهمش بيوت، والانصار عندهم عاده ان هو لما يعمر انسان عمره معناها مؤقته. متصورين كده؟ هيديها له مؤقت لحد ما يبقى يبني له دار ولا ياخد له ارض ولا بتاعه وبعدين يمشي. فالنبي قال للانصار: لا خدوا بالكم، امسكوا اموالكم، يعني لو اعمرتم هتخرجوا من مليتكم. فهم؟ وعن ابي قال: وحدثني محمد بن رافع واسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر قال: اعمرت امراه بالمدينه حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. فهمت إزاي؟ يعني أعمرته أحد أبنائها
وهذا الابن مات في حال حياة أمه، فقال لأولاده. فلما جت ماتت الست دي، إخوات اللي مات ده قالوا رجع لنا بقى هنخش في الإرث. فهمت المسألة؟ فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته. اطلعوا انتوا منها، اعمامهم عايزين يخشوا معاه. قال لهم لا، ده بتاع ابونا في حال حياته وبعد وفاته يقولوا لينا، انتوا داخلين تعملوا ايه هنا؟ فدخلوا في الشقاق. فهمت؟ فاختصموا الى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لصاحبها، فقضى بذلك طارق. ثم كتب الى عبد الملك فاخبره ذلك واخبره بشهاده جابر، فقال عبد الملك صدق جابر. فامضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. جائزة يعني ايه؟ يعني لازمة، مش جائزة يعني مباحة. جائزة معنى لازمة، يعني مشروعة شرع لازم، ادي معنى جائزة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على كتاب الوصية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا رسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.